السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في قناه مستر وائل للساينس. بدانا مع بعض طلبه الصف الاول الاعدادي يونت 2 بعنوان انرجي، وخلصنا ليسون 1 انرجي ريسورسز اند انرجي فورمز. خدنا ليسون 2 بعنوان انرجي ترانسفورميشن، وبدانا الليسون اللي فات مع بعضينا في الترانسفورميشن اوف ميكانيكال انرجي، وازاي الكاينتيك انرجي بتتحول او بيحصل اكسشينج بين الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي كيبنج ذا ميكانيكال انرجي كونستنت. وخدنا بعد كده الترانسفورميشن في الـ of energy في السمبل الكتريك سيل، وقلت السمبل الكتريك سيل مهمه، وشفنا ازاي الكاينتيك الميكانيكال انرجي اللي موجوده في الدايلوت السلفوريك اسيد از تشينج انتو الكتريك انرجي. هنكمل الانرجي ترانسفورميشن، وهنشوف دلوقتي ترانسفورميشن اوف انرجي ان الكتريك لام. كل الدنيا عارفه، كل الناس اللي في الشارع عارفين ان الكتريك لام بتشينج الكتريك انرجي انتو لايت انرجي، بس هو مش لايت انرجي بس. لو لمسنا اللمبه بعد ما اشتغلت شويه هنلاقيها سخنه شويه، هنلاقي في شويه هيت. فالالكتريك لام بتشينج الالكتريك انرجي انتو لايت انرجي اند هيت انرجي، صح كده؟ طيب يبقى ان الكتريك لام ذا الكتريك انرجي تشينج انتو لايت انرجي اند هيت انرجي، بس طبعا لايت انرجي هي الاساس. اوكي، طب ما تيجي نعمل اكتيفيتي كده علشان نشوف اللمبه هتعمل ايه. في حاجه اسمها يا جماعه الكتريك سيركت، دي خدناها، دي الباص اللي بيمشي فيه الالكتريك كارنت. بتتكون من ايه الالكتريك سيركت؟ زي ما احنا شايفين بتتكون من ايه، باتري، تو باتري بقى، 3 باتري مش فارق معايا، دراي سيل او باتري، ده سورس اوف الكتريستي، صح؟ الالكتريستي هتمشي في كبر واير زي ما احنا شايفين، يبقى ثاني حاجه كده كومبوننت كونكتنج واير اللي معمول من الكبر، وتالت حاجه لازم يكون في سويتش تو اوبن اند كلوز ذا سيركت، ولازم يكون في انديكيتور، واشهر انديكيتور بنحطه في الالكتريك سيركت هي اللامب. When the switch is open, there is no electric current pass. فاللامب will not lighten. لما السويتش كلوز هيبقى عندي كلوز ذا الكتريك سيركت، فالالكتريك كارنت كان باس، وهنلاقي اللامب لايتن، صح كده؟ تمام؟ اوكي، طيب. تعالوا نشوف الاكتيفيتي. كونكتنج وايرز، هات لي التولز بتاعتي، هات لي كونكتنج واير، وهات لي باتري زي الدراي سيل مثلا او الالكتريك سيل. اوكي، هات لي الكتريك لامب، وهات لي سويتش. اوكي، كونكت الكومبوننت بتاعت الالكتريك سيركت زي ما انت شايف، كلوز ذا سويتش، لازم نقفل السويتش عشان نخلي السيركت كلوز، تمام، فور 1 مينت، زين اوبن ات اجين، افتحها اللمبه هتطفي في، صح كده؟ طيب هتطلع لايت طبعا، بس اعمل تاتش ذا جلاس، المس الجلاس بس نخلي بالنا واحنا بنلمس عشان ممكن تكون سخنه قوي، تمام كده. اوف ذا لامب ويز يور هاند افتر اسكينج يور تيتشر. اوكي، الاوبزرفيشن ذا لامب لايتن وكمان بيكم هوت اون كلوزنج ذا سويتش، ماشي. يبقى الاكسبلانيشن كده، باسنج ذا الكتريك كارنت ان ذا فيلمنت، خدنا احنا الكلام ده قبل كده يا جماعه مع اللمب دي فيها تنجستين فيلمنت. اوكي، باسنج ذا الكتريك كارنت ان ذا فيلمنت اوف ذا الكتريك لامب ميك ات هوت اند جلو اب، هتعمل لايتنينج اهو وهتبقى. الكونكلوجن ايه؟ اولا الكتريك كارنت فلو ثرو كلوزد الكتريك سيركت، فاكرين الكلام ده طبعا من المرحله الابتدائيه، ماشي. ان ذا الكتريك لامب ذا الكتريك انرجي تشينجد انتو لايت انرجي في المقام الاول وهيت انرجي. اكسرسايز، تعالوا نشوف اكسرسايز كده، وورنينج كده بس، خلي بالك تيك كير اون تاتشينج ذا الكتريك لامب، ما حدش يا جماعه يتبرع ويروح يلمسها كده ان يور هاوس اور لايتنج عشان بتعلم تبقى سخنه. ليه؟ بيكوز زي ار فيري. اوكي، طب اكسرسايز بسيط جدا جدا جدا، ماشي. يوز ذيس ايتمز، استخدم الايتمز اللي هوريها لك دي، شوينج ذا تيبل فيجر تو سيت اتول تو اليرت، عايزين ننبه شخص معين، بس الشخص ده مش شخص عادي، ده مره اول مره اعمل لي تولز تو اليرت ا ديف بيرسون، شخص كان نوت هير، شخص ما بيسمعش، وتاني مره اعمل لي اليرت تو بلايند بيرسون، شخص كان نوت سي ما بيشوفش. عندك السويتش، مفتاح، الباتري، كونكتنج واير، الثلاثه دول اساسيين هستخدمهم عشان اعمل الكتريك سيركت. بس في الناس الدف، الناس اللي ما بتسمعش، لو حطيت لهم الكتريك بيل ما هو كده كده ما بيسمعوش، صح كده؟ ففي الناس الدف اعمل الكتريك سيركت من اول اربعه كومبوننت، في الناس البلايند اللي ما بيشوفوش هو مش هيشوف اللايت، صح كده؟ استخدم الثلاثه الاولانيين مع الالكتريك بيل، صح كده؟ يبقى دول كده للناس البلايند، صح كده؟ استخدم الالرم ده. اوكي، للناس الدف اللي ما بيسمعوش استخدم لهم اللايت، يعني استخدم لهم اللام. اوكي، تعالوا نشوف ترانسفورميشن اوف انرجي انسايد ذا كار. الكار فيها شويه انرجي ترانسفورميشن، هنشوفها عامله ازاي دلوقتي. اولا احنا بنحط للكار فيول، والفيول ده ستورد فيه كيميكال انرجي. اول ما بحط اول ما بشغل العربيه الفيول بيحصل له كومبيوشن، بيتحرق بالاكسجين، صح، في الانجاين. الكيميكال انرجي اللي ستورد انسايد ذا فيول جوه الكار انجاين بتتحول لثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي دي بتسخن الووتر، فالووتر تعمل ستيم، فتشغل التوربينز اللي موجوده في العربيه وعمود الكرانكو والحاجات دي اللي خش فيه بقى كليه هندسه، ده هيبقى شغله ان شاء الله، تمام كده.
الثيرمال انرجي دي تشينجت في الميكانيكال انرجي تو موف ذا كار. اوكي، هي الميكانيكال انرجي دي تو موف ذا كار، ميكانيكال او كاينتيك يعني الاصح طبعا كاينتيك. اوكي تمام، يبقى الكيميكال انرجي اللي ستورد للفويل هيحصل لها بيرنينج او كومبيوشن في الكار انجاين، هتتحول لثيرمال انرجي، ادي تشينج للانرجي اهو، الثيرمال انرجي تشينج انتو كاينتيك انرجي، ادي برضو ترانسفورميشن للانرجي اهو، صح كده. طيب شويه ميكانيكال انرجي من اللي حصلنا عليها دي هتروح للدينامو، ماشي، ابارت اوف ايت، ابارت اوف الميكانيكال انرجي او كاينتيك انرجي تشينج ان ذا دينامو انتو الكتريك انرجي. عارفين كلنا ان الدينامو تشينج كاينتيك انرجي اوف ماجنت الى ايه؟ الى الكتريك انرجي. طب ما انا في البط كل ده في العربيه بتاعتنا اهو، طب الالكتريك انرجي اللي خدتها دي اعمل بيها ايه؟ الالكتريك انرجي ممكن اروح للالكتريك هيتر واحول الالكتريك انرجي دي لهيت انرجي، ممكن اروح للراديو كاسيت اللي بيشتغل بالالكتريستي طبعا واحول الالكتريك انرجي لساوند انرجي، ممكن اروح للكار لامبس اللمبات اللي موجوده في العربيه واحول الالكتريك انرجي للايت انرجي. شايفين شويه انرجي ترانسفورميشن حصلت في العربيه ازاي؟ اعتقد كلام بسيط جدا وكلام سهل جدا، مع تشغيل دماغنا هنلاقي الموضوع بسيط جدا. From the previous transformation هيطلع لنا قانون مهم جدا، law of conservation of energy، قانون الحفاظ على الانرجي. بيقول ايه القانون ده؟ بيقول ان energy is neither created nor destroyed، الانرجي دي ما بتتخلقش ولا destroyed ولا بتتدمر، ولكن كل اللي بيحصل لها transformation، بتتحول من form الى form، تمام كده، but it is converted او transformed او changed from one form to another، صح كده. يعني وانا قاعد كده مش هلاقي المروحه اشتغلت لوحدها، صح كده، لازم اديها الكتريك انرجي تحول هي الالكتريك انرجي دي لكاينتيك انرجي، صح كده. يبقى الانرجي اللي شغلت المروحه دي مش هتشتغل لوحدها، يبقى الانرجي دي نايزر كرييتد نور ديستروي، ولا انا هديها الكتريستي وتقول لي لا انا مش شغاله، صح، هتشتغل برضه. يبقى الانرجي نايزر كرييتد نور ديستروي بات ات از كونفيرتد فروم فورم تو انذر. تعال نشوف اكزامبل كده وهنلاقي الموضوع بسيط جدا، شغل مخنا، الموضوع مش محتاج حفظ، الموضوع بس محتاج تشغيل مخ. تعال نشوف اكزامبل اوف تكنولوجيكال ابلكيشن عندنا في البيت وكل الناس عارفينها، اند انرجي ترانسفورميشن. هنشوف الانرجي تشينج هتتحول من ايه لايه، فروم انتو، او الانبوت انرجي والاوتبوت انرجي. التكنولوجيكال ابلكيشن، السيوينج ماشين، مكنه الخياطه، مكنه الخياطه كلنا عارفين انها بتشتغل بالكهرباء، صح، يبقى هتحول الالكتريك انرجي وهي بتقعد تتحرك الابره كده، يبقى كاينتيك انرجي، صح. يبقى في السيوينج ماشين الانرجي تشينج فروم الكتريك انرجي انتو كاينتيك انرجي. السولار سيل كلنا عارفين ان السولار سيل ده اللي هو موجود في العمارات، وفي بعض دلوقتي الالكتريك بالب عندنا النور في الشارع شغاله بالسولار سيل، صح، السولار سيل دي بتحول السولار انرجي اللي جايه من الصن لالكتريك انرجي، وناخد كمان بقى الالكتريك انرجي احولها لاي حاجه في بيتنا عن طريق اي ديفايس تاني. التلفزيون كلنا عارفين ان التلفزيون يستخدم الالكتريك انرجي بيطلع لي لايت انرجي وساوند انرجي. السيلولار فون، التليفون بتاعنا بيشتغل بالالكتريك انرجي، وفي بطاريه كمان بتاخد الالكتريك انرجي دي تخزنها، يعني السيلولار فون بتاعنا شغال بالالكتريك انرجي وبيديك لايت انرجي زي ما انت بتشوفه وساوند انرجي. اوكي، وممكن كمان نقول مثلا بيعمل فايبريشن، ممكن نقول مثلا كمان كاينتيك انرجي، ما بيتحرك اهو، ماشي، هنلتزم بس باللي موجود في المنهج. النيوكليير انرجي، النيوكليير انرجي دي بتحصل في النيوكليير رياكتور، باخد الانرجي اللي موجوده جوه النيوكليس بتاعت الاتوم، فكده بستخدم النيوكليير انرجي اطلع منها الكتريستي، وده طبعا المجال اللي هيبقى في المستقبل القريب ان شاء الله، ان انا اطلع الكتريك انرجي من النيوكليير انرجي. طيب complete the following table، اظن يعني احنا مجاوبينه اهو، بس نراجعهم مع بعض. الالكتريك فان كلنا عارفين ان الانرجي يوزد الكتريك انرجي، والكاينتيك والفان بتعمل كاينتيك انرجي، يبقى الانرجي برودوسد كاينتيك انرجي. الالكتريك هيتر بيستخدم الالكتريك انرجي ويطلع لي هيت انرجي. الالكتريك لام، ما انساش الالكتريك انرجي بتطلع لي لايت اند هيت، كلكم بتنسوا كلمه هيت دي في اللايت في الالكتريك لام. اوكي، الالكتريك لام يا جماعه بتطلع لايت انرجي اند هيت انرجي. الواشنج ماشين كلنا عارفين الغساله بتقعد تتحرك وتلف الهدوم كده، صح، يبقى بتشتغل بالكهرباء الكتريك انرجي وبتطلع لي كاينتيك انرجي. الالكتريك بيل، الجرس بتاع الشقه بتاعنا كده اللي شغال بالالكتريستي، صح كده، بياخد الالكتريك انرجي بيطلع لك ساوند انرجي. كومبليت، وانا الحقيقه مجاوب لكم الاسئله هي انا على طول، هنحاول نحلها مع بعض برضه تاني نقراها. ان ذا سمبل بندولم، في السمبل بندولم البوتنشال انرجي والكاينتيك انرجي ار اكس تشينج، عارفين الكلام ده طبعا. ان ذا سمبل الكتريك سيل، قلت السمبل الكتريك سيل مهمه جدا، فيها كيميكال انرجي بروديوسد الكتريك انرجي، صح، يبقى كيميكال انرجي كونفرتد انتو الكتريك انرجي. ان سمبل الكتريك سيل، مين هو البوزيتيف بول ومين النيجاتيف بول؟ البوزيتيف بول هو الكبر والنيجاتيف بول هو الزنك. اوكي،
القانون المهم جدا بتاعنا law of conservation of energy states that energy is neither created ما بتتخلقش nor destroyed ولا بتدمر وتحطم ولكنها converted from one form to another. In the nuclear reactor the nuclear energy changed into electric energy. طيب some effects او effect of technological application on man's and environment. اي حاجة يا جماعة ليها positive effect و negative effect. يعني تأثير positive وتأثير negative. التكنولوجيكال application دي انا وانت وكل الدنيا ما نقدرش نستغنى عنها. يعني يقول لك اقعد من غير تكييف واقعد من غير تلفزيون واقعد من غير موبايل واقعد من غير ما تقدرش تستغنى عنها. الكلام ده مرفوض. فانا عندي many uses في اللايف بتاعتي ما اقدرش استغنى عنها. التكنولوجيكال application مهمة جدا بالنسبة لي. اهو تعالوا كده نشوف البوزيتيف effect of technology using energy resources for many purposes. انت حياتك كلها معتمد على الـ uses of energy resources دي. تمام؟ وبعدين بتعمل ايه كمان؟ حتى الـ energy resources بتاعتك بتقدر تعمل لها change energy from form to form ماشي to another in the same in some application to be used. زي بقى الفان electric van electric pushing machine الموبايل التلفزيون كل دي شغال على ايه؟ energy transformation. الخلاصة انا ما اقدرش انكر الـ positive effect of technology. صح كده؟ ولكن تعالوا هل نشوف بقى هل ليها negative effect of technology؟ طبعا some technological application have negative effect. ازاي؟ because some of them cause environmental pollution. ودي الظاهرة اللي بنشوفها دلوقتي. تعالوا شوفوا العربيات عمالة تطلع ويستس عاملة ازاي. عمالين نستخدم بيستيسايد والبيستيسايد دي اللي هي مبيدات الحشرات ومبيدات الحشرات في الزرع دي بتعمل pollution للسويل والووتر والامراض تزيد والكانسر والالكتروماجنتيك بليوشن الالكتروماجنتيك ويفز اللي عمالة تطلع من الموبايلات ومن الساتلايتس. كل دي بليوشن بتأثر على الهيلث او الويل بينج اوف هيومن بينج. صح كده؟ يبقى some technological application يعني cause environmental pollution. زي ايه؟ زي الالكتروماجنتيك بليوشن. ومفيش اكتر منه دلوقتي. كل واحد عيل صغير راجل كبير رجل اعمال مدرس طالب كل ده مع موبايل وتكنولوجيكال ابلكيشن والكتروماجنتيك بليوشن. صح كده؟ noise pollution الازعاج اللي حوالينا في كل حتة. chemical pollution of air وchemical pollution of water وchemical pollution of soil. in addition to كمان حاجة تانية there are some harms of technological application when we use them in war and killing. زمان في الحروب كده كان جيش قصاد جيش بقى بسيف وخيول ومش عارف ورمح. دلوقتي بوتين بيهددنا بدوس الزرار هيدمر العالم ماشي. يعني النيوكليير انرجي المهولة اللي بتطلع ماسيف انرجي ممكن تموت العالم كله. ده هارمفول افكت او نيجاتيف افكت. ماسيف ديستراكشن زي اللي حصل في هيروشيما وناجازاكي في اليابان بالاتوميك بومب اللي اترمت عليهم ودمرت اليابان. والحقيقه اليابان قدرت تقف على 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 تبقى من اعظم دول العالم دلوقتي. صح كده؟ يبقى في ابلكيشن بتعمل هارم كتيره جدا جدا. example of technological application and their negative effect. تعالوا نشوف الكارز technological application ايه النيجاتيف افكت. الكارز انا قبليك وما اقدرش استغنى عن العربيه. يعني خلاص حياتنا دلوقتي means of transportation. ولكن قد ما هي يعني beneficial بالنسبه لنا برضه their exhausts العوادم بتاعتها cause chemical pollution of air. طيب الميليتري explosion الميليتري يعني عسكري يعني الانفجارات العسكريه اللي بتحصل دي زي ليف هارمفول افكت وديزيز وكانسر وكوز دس كمان. طب كيميكال بيستيسايد كلنا بنرش الزرع والاكل اللي بناكله ده بالمبيدات الحشريه عشان نقتل البيستس الحشرات دي. ولكن زي كوز كيميكال بوليوشن اوف سويل وهتروح للووتر وكمان هتروح للاير ما انا برشها في الاير وده كله هارمفول افكت للهيلث بتاعنا. زي كوز كانسر ابتدت السرطانات تزيد لا قدر الله يعني ربنا عافينا كلنا وفود بويزنج. تمام كده؟ تمام. نيوكليير ويبون الحرب النوويه ده كوز ماسيف ديستراكشن ده دوسه من زرار هتدمر قارة كده. صح؟ تمام. The network of wireless transmitters and cellular phone كل الناس زي ما قلت ماسكة التليفونات دلوقتي وزي كوز electromagnetic pollution وبتعمل بتزود الهارت ريت وبتعمل مشاكل في النيرفس سيستم وبتعمل مشاكل كتيرة جدا يعني احنا مضطرين نتعايش معها. اوكي. طب لاود سبيكر الصوت المزعج اللي حوالينا في كل حته والدريلنج ماشين مكان الحفر ده يا جماعه اللي بيحفر في الصوت مزعج جدا زي كوز نويز بوليوشن. صح؟ مما لا شك فيه ان التكنولوجيا الابلكيشن مهمه جدا ولكن مفيش حاجه كلها بوزيتيف افكت. في حاجات بوزيتيف وفي حاجات نيجاتيف. نحاول ناخد البوزيتيف على قد ما نقدر ونتجنب النيجاتيف
درس الانرجي ترانسفورميشن درس سهل جدا، محتاج شويه تشغيل مخ. ناس كتير بدون العلم عارفين الكلام اللي انا بقوله، احنا جاست بس بناخدها في اسلوب علمي باسلوب راقي، بنفهم مع بعض. فائده العلم يا جماعه للجميع، العلم ده للجميع. فاللي انا بقوله ده مش ليكم انتوا كطلبه اولى اعدادي، ده كل الناس لازم تبقى عارفه الكلام ده. ارجو ان يكون الدرس سهل، نحل اسئله كتير عليه، وانا هعمل لسن محاضره صغيره كده ان شاء الله نحل فيها شوية أسئلة على يونت 2 ليسن 2. السلام عليكم.